كتير من الناس بيشتكي كثرة الهم أو ضغوط الحياة أو الديون حتى، ولا يعلم أن العلاج قد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علاج بسيط جدا، وهو بركة ورزق وثواب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكمن في هذا العلاج، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه ذات مرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت. قال: أفأجعل لك ربعها؟ قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: بل أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، بل أجعل صلاتي كلها لك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لزوال الهموم، علاج سريع وفوري، وإذن غفران الذنوب متعلق بها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة جدا، وأحاديث كثيرة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أنها سبب لرفع الهم وسداد الدين ومغفرة الذنوب، فلا تفوت هذه الفرصة. وفي مواطن يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواطن أيضا يعني سنة إنك تلتزم فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها عند افتتاح الصلاة، وعند الأذان، وعند التشهد، وعند خطبة الجمعة للخطيب، وعند الدعاء. وفي هذا الموطن بالتحديد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة على كل حال، الله عز وجل يقبلها. فقد سن العلماء والتفتوا إلى لفتة جميلة في هذا الأمر، قالوا أن من يريد الدعاء فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه وفي انتهائه في خاتمته، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة بكل حال، فكيف يقبل الله عز وجل أولها وآخرها ويرد ما بينها من دعائك الخاص بك؟ فالله عز وجل كريم ويكرمك لأجل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهم المواطن التي يسن للإنسان أن يحافظ فيها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. خلاصة القول في هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستجلب بها البركات، وتستنزل بها الرحمات، تمحى بها السيئات، ترفع بها الدرجات، لا تفوتها، فهي بركة في الحياة وبعد الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.